يورو ماجيكس موقع يبيع استضافات ماينكرافت بارخص الاسعار ويقبل طرق الدفع وان كارد كاش، واذا ما كان عندك اي طريقه من هالطرق تقدر تتواصل وياهم وتتفق على طريقه، الرابط موجود بالديسكريبشن. وبس اخليكم مع المقطع. طبعا هذا الاندرمان هسه اذا تقتلوه راح يذب هذا الطين اللي عليه زرع. يفكرون جيم مود. اي هسه يفكرون جيم مود، دائما هيك يجون يكتبوا لي جيم مود. اوكي سلامك شوك شباب، ان شاء الله بخير ياكم. نقول يعني هذا بلوزاب ميدو محمد كراك، شلونكم شباب؟ هلا هلا. طبعا شباب ان شاء الله كلهم اعضاء بالسيرفر، والحمد لله الحمد لله. اكو هاي الشركه اللي شفتوا اعلاناتها بالبدايه، سوينا يا شباب استضافه حلوه مرتبه وما بيها اي لاج ما شاء الله. راح اخليكم روابط استضافه ان شاء الله بالوصف. المهم يا شباب، صارت تغييرات كوم على السيرفر. طبعا انتبهت انه اكو فد شيء مختفي هنا، هو بيتي شيء ناقص. اي ف اكو فد واحد اسمه ذا بلوزاب سوى شغله ان شاء الله راح تلقوها بالقناه مالته، هم القنوات الشباب ان شاء الله بالديسكربشن ان شاء الله. فيلا شوفوني يا شباب، كل واحد يشوفنا بيته. يلا تعال اقرب بيت، روحوا لاقرب بيت هذا. لا تاني في هون حد شيء يعني نحكي عنه. اها هاي اول شيء دكانتي، بعد مش حاط فيها شيء حلو. محلك هذا ذا بلوزاب بلوك ستور. حلو والله. حط لنا طماطه كيلو عشان نحسن اقتصاد الدولي. ف اكره اي سوير اي ويل نوت ستير، يعني انا اقسم اني لن اصرف. صحيح اي سوير هاي جن حلفان، وهذا اللي حده تعال، وهذا اللي حدو سواليا هديه سواليا ذا بلوزاب. شكرا لك يا بلوزاب. السبب قناتي بتلو. ايه السبب تلقوا قناه ذا بلوزاب. وهذا ايش قد حلو هنا، جرس. هلا هلا شلونك؟ هلا هلا محمد. هلا تريك كان يتريك طبعا صبح وكذا. البيت لحد ما في اي اثاث، لان صراحه بعدني ما مشتغل عليه. تبغى الحمام هذا هنا؟ جرس هالشي، ماكو جرس من داخل. وان شاء الله احنا نشتغل، وان شاء الله هم اربعتنا نشتغل على فد مشروع كبير. والله صراحه صار لنا 3 ايام نشتغل بيه، نعدل حاليا بالارض، وان شاء الله المشروع راح نكمله بعدين. وهذا الطابق الثاني جدا كبير، حاليا ما حاط اي شيء اغراضي بعدها برا نفس ما تشوفون. اي والله صراحه تعبنا بالمشروع، لان القاع اللي نعدلها قاع كبيره حيل، فراح نتاخر ان شاء الله بيها، وان شاء الله عندنا افكار حلوه جايه بالمستقبل. يلا ذا بلوزاب على بيتك، على بيتك بيت محمد كراك نفس يوم واثنين. هذا سجن والله، حس سجن هذا. هذا بيت هيك تسليك يعني، كمان ما بنيته يعني كل اي تسليك ذا بلوزاب. ذا بلوزاب ورده، تعال وينك محمد كراك؟ خلص هلا صرت البناء. بس لابس قاط محمد كراك كاشي خاني، هم لابس قاط دكتور عقروقه لابس قاط. اوكي يلا وين هذا بيتك؟ ما في اي شيء مميز ما شاء الله، نفس الشيء هو فارغ رصاصي. اوكي وهذا شو موقف؟ هذا تشوفون هناك في شيء مختفي، لان اكو في شيء تفجر. تعال اشرح لنا على بيتك، شوفنا بيتك. احنا في مخزن. هذا المخزن الشادر، طبعا مركب شادر، مخزن خرافي بالشادر. اي والله مخزن خرافي يعني. هذا المخزن من خربه؟ ما حد خربه. ما شاء الله ما شاء الله، حاله بخرب لا بعد. بيتي يمكن شايفين ولا بيتي؟ لا بقى طبق الفوق بقى بيتي. بيتي راح تتعجبون من كبر حجمه يعني ما شاء الله. اي كبير خطا يمين، اسبوع كامل يشتغل عليه. اسبوع كامل طبعا يعني. يلا تعال هذه غرفه النوم. شوف بدل ما يجي ذا بلوزاب يشرح لنا على بيته، انا قاعد اشرح. هاي غرفه النوم هذا بلوزاب، وهاي ذا بلوزاب من حبيبته تعوفه يريد ينتحر، يجي ينتحر منه، ينتحر 360. يلا هسه تعال بقى بس بيت ميدو يا اخي. بيتي اشتاقيت لبيتي. ها بوابة النذر، اوقف ما دام هي قريبة علينا. ميدو هذه بوابة النذر. جورج واني. اوكي جورج واني، هاي بوابة النذر سويناها. اوكي هاي بوابة النذر تصميمها كلش حلو كلش. وبيت ميدو الكبير طلعوش لا لا نسينا شغله، نسينا هاي المخزن. المخزن طبعا، او الحظيره. اي هاي الحظيره هنا من حش الاغراض المزارع.
ما المزارع طبعا ايه؟ برضو تميم يعني اوكي مش مسوين رحومي بس عمل بيته وفجرته يعني ايه ايه طلعوش الى بيتي طلعوش ترميدو ايه ما ما حطلع فشي يا اخي ابداع ابداع قلت لكم اسبوع كامل يشتغل الله الله شوفوه من جوا وين خلينا نحسب خلينا نحسب كم بلوكه واحد اثنين اربعة احلى شيء الورده الورده بحومي ثلاث بلوكات طلع محمد كراك بعد ورده هو البيت يعني من وسعه هذا المخزن هنا مخزن بسيط وكذا وهذا الفرن الكتروني هذا حلو تحط فحم فوق وتحط اي شيء تريد حلو هذه رادنا منه اي والجوال هذا بدك اياه بتشيس ميدو اوكي هذا تشيس اه عند حركات شوف الموارد شوف الموارد شويتها جوا بتشيس حلو عشتي لك جول دايما ذب فحم هنا وتحب ذب فوق هنا متعب مبين متعب بعد يا بيتك حتى غرفة ما نام ماكو شنو هاي الغرفة الفوق بلا هاي فوق مخزن وين السرير وين السرير مخزن جوا شبيكم السرير بالمخزن جوا تعال شوفوا شو والله نام شو نام مشكلة نهار شبيك يلا اوكي بس اختصارها يلا خلنا نطلع ونروح نشوفكم يا شباب السبونر اللي لقيناه بالحلقة اللي راحت تعال يلا شباب تعال خلنا نشوف السبونر اوكي يلا يا شباب هسه راح نشوفكم السبونر طبعا المنطقة اللي حكينا عليها المنطقة اللي حكينا عليها قريبة على السبونر فلذاك راح ندار مرة نطلعها مرة نريدها مفاجئة نريد نشتغل على شغلات وايد امشوا هيك شباب امشوا هيك لا تطلعون اي شيء امشوا هيك اوكي تعال هنا واستديره حتى لا تطلع المنطقه اوكي يلا جيتوا هذا السبانر هذا السبانر تسليكي ايش سويناه مؤقتا ها اي والله دروعي سبانر سويناه اني ودبلوزاب والله وميدو اسبوع كامل يشتغل على بيته اسبوع كامل هذا هنا السبانر لازم تنتظر شوي حتى يبدا يجي عناكب سبانر عناكب السامه هذا اهم شيء اي سوينا العناكب السامة بس اقول لك رحومي يمكن ضايفين شيء بالتحديث انه العناكب السامة ما قامت تسمم اي ما اعرف اي شباب هاي العناكب لونها يختفي تصير خضرة بس ما اعرف ليش متى تسمم كانت قبل ذكر تسمم بالاصدار 1.8 و1.9 بس يمكن معدلين ب 1.11 اي صحيح اي اتذكر انا تسمم ودمجت متخبط لك على نص قلب اوكي يا شباب هسه خلينا نروح لعالم النذر يلا يلا خلينا نروح عالم النذر راح هسه احنا وياكم نستكشف عالم النذر بس اسناني راح اوقف الفيديو حتى لا نطلع لكم المنطقه اوكي يا شباب اوكي يا شباب وصلنا المنطقه مالتني يلا يلا خلي لابس البس دروعكم طبعا فتنا على النذر وجبنا اغراض وسوينا كوارتز وقفوا انتوا تقولون ميدو ما سوى شيء من ضبط لكم هاي النذر من جوا صراحة ايه ميدو اللي ضبط النذر صراحة بس هاي والله بس هاي هذي يلا خلينا نروح لا عفو لحد يطخ ما اريد نتعارك يا هسه شيتون علينا 1000 خلينا ناخذ هذه البلوكات للضوء شباب حتى نسوي بيها شغلات حلوة انا بالنسبة خطف الشادر حتى الفريمات تصير زينة طفي الشادر شادر يا طبعا درج معقد زي ميدو اي درج لا والله بس يعني شلون تبدون انزلكم يا انزلكم قبل بالله انتم وينتم نزلتوا جوا شباب اعتقد انه كان اكو اخذناها يعني اخذناها تتذكر هذا الطريق مالتنا اي كوارتز هي اخذناها لا مو كوارتز هذا البلوك اللي ضوي جلوستون انا بالنسبه لميت كوارتز عندي موجود بال انا هم لميت كوارتز كم انا لميت كوارتز وجبت عندي من هذا اللي يتلون شو اسمه هذا بلوكة النذر اي ان شاء الله مش اسمه ماجما كيوب ان شاء الله هاي كوارتز والحركات ننظمهن على مود نسوي شغلات بالمنطقة اللي قلناكم عليها طبعا احنا خلف الكواليس رح نلم كوارتز اي والله صدق احلى هذا انه جولة عن بو عن شو اسمه وين عن القلعة حومي جبت عن الاند اها اي ان شاء الله بالمستقبل اي جبت صحيح تعال كل واحد اخذ عين اندر ما حتى من تقعد باللافا حتى لا تعال هاك تنتين اوكي تنتين هاك طبعا هاي شمرت لك اثنين طين اي طلع عندي اثنين هاي كوارتز هاي اللي لون يتلون هذا راح ها 13 وينها ما اخذتهاش تعال هاك ياها تنتنش هاك ياها اوكي تنتين راحوا يا شباب عليك لكم يا شباب جيباكم اتوقعون ايه هياتي اريد دا اسوي مسبح بالمنطقة اوكي يلا مو مشكلة بس لا اعطوني شباب مشكلة اعمل درج انزلوا هيش بلا خلا انزل انا هميتي راح انزل يلا انزل ماكو شي
انزين انزين انا همزين بيكاكسي اير دايموند. اوكي دي باكم اوكي هاي شلون هسه كذا بس شوي لا 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 لا, لا 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 وقع جوا وقع جوا انتبه انتبه ميدو انتبه لا وقعك بالغلط اعمل طريق لا لا من وقع ميدو انا قاعد جوا انا بس اوكي بس ترى يعني الحمد لله كيبا بتوري يعني اي سوينا كيبا بتوري حتى ما تروح غرابنا اللي يقع عن جوه تاخذ ميدو انا دا كسر حاليا اوكي خلي اسوي هذا نجمعنا شويه موارد خلف الكواليس ان شاء الله ان شاء الله ما بلوك نجمع هذه جوا رحومي يحيى قريبه ما بلوك ليه حد اللاف حد اللاف حد ديتش جوا راح انزلها انا من تنزل جوا بقى ترتاح لا تطيح من فوق لا هاي ترتاح من تنزل جوا يلا انا خلصتهن ذين كلهن اخذتهن ايش لقيت الجوا ايش لقيت الجوا ما بلوك هاي تلون اها اوكي يلا جاي شو راح نصعد انا نسيت اجيب بلوكات ها هذا البلوك الاحمر شفتوا خذوا حبات الدمجون اها اذا مشيتوا فوق تدمجون انا راح اسوي ساونا جت اسوي بي ساونا جرب توقف اذا توقف فوق تدمج اعرف هو على مود هاي راح اسوي بي ساونا يطلع بخار وحركات اوه دمجت سوري بس هي ما دمج هواي ترى عندي تقريبا ستاك من عندها بالبيت لافا خلصت اللافا وين لافا خلصتها دير بالكم شباب كسر بكاكس داعي يا حبيبي لا اي لقيت هذا بلوك اللي تلون خلي اروح اجيبه شدت اللافة امان احس صار عندي ستاك لا اقصد هذا اللي يضوي نسيت اسمه يا اخي ما احفظ اسامي ماغما بلوك ماغما بلوك جلوستون اي راح اسوي كوما شغلات هذا لا يا خبيث خلي اسعد مش لحالي بس اكثر شيء ضوج منه انه ما قدرت اخلي ما ذاك جلوستون راح امي تعلمني يلا جاي صار عندي ستاك تقريبا ايش رايك خاطر روح له روح له يسوى جلوستون تعال شوف اوكي هذي اخذها طنيها عملاتي صار عندي ستاك وشوية تعال شوف رحمه شوف طريق قاعد امشي بيصورني دي سوي علي وينك وين رحت باللافه اها يلا جاي ها وقعت لا قبلوك صار عندي يعني وقعت لو لا ليش جلوستون رايح لها اها يعني ما وقع اوكي انا ليش رايح وينك ذا بلوزاب تعال انا خلنا نصعد فوق هذا جيب الجلوستون ذاك جاي دقيقه انا اريد جلوستون يا اخي مش من اجيب لي مولك ما يخالف انا اخذه منك قلت لك اخذه منك لا نسيت انه احنا خلينا كيب انفنتوري اي والله مشكله بس كان مشان شوي كورت عبي ما تخلص وينكم شباب تعال انا وين جمعت جلوستون مالتك انزل جوا من لافاني انا راح ارجع راح اصعد فوق شباب راح اصعد ليش اصعد انا اجيب جلوستون وارجع راح اصعد انا ارجع ورا الكواليس لان السالفه مطوله يا شباب اوكي مطوله وينكم هسه ايش تسوون انا بلعب تحت بلافة ها مبروك مبروك يلا شباب رجع خذ جولدن ابل ان شاء الله عاد بالمستقبل نسوي حلقات نجي ندور القلعه مو يا ميدان يب ان شاء الله عاد بعد ما لاقين هي راد ندورها ان شاء الله عاد نجي الحلقات المستقبليه بالمستقبل تحتك اي متى تسال بعدك لا كيت جولدن ابل اوكي يلا هسه خلينا نطلع من عالم النذر ليش راح اطلع عن من النذر حاليا عاد ارجع بالكواليس هذا ايش هذا لان يختلف جمع الرمل هذا ببطئ ما يفيدنا هذا الا اذا بدك تسرع هذا الراك اوكي يلا يا شباب انا انتظركم هناك انتظركم بالعالم الطبيعي فوكس عالم الطبيعي هلا ويلكم رجعتوا اخيرا محمد رجع هلا صاير ساعه انتظركم شنو السالفه ما جيتي من السويك لا ملقلق يلا محمد مو مشكله كوم تيم سبيك ها اوكي انتوا مالكم تحكوا هلا والله ويلكم محمد اجى على نهايه الفيديو حرامات لقلق وطلع عادي يلا يا شباب تعال من هنا نختم تعال خلينا نختم هنا يلا اوكي 1 2 3 يلا كنا نختم سوا يلا يا شباب
اوكي لهون وصلنا نهاية الحلقة زي ما شفتوا كان معكم جورج خليفه من كلوب لوز ابو بيدو ورحومي ومحمد كريك كان وصلنا بيس ويلا بيس 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 برغوان ذا بلوز اب برغوان ذا بلوز اب بي 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 يا لد you thinking leave that or record spinning